الألعاب الآيس كريم الغريب الجديد دائما لا يوجد إلا في هذا المحل كما أتصور في برلين. وعندما أتي إلى برلين أنسى مخاطر السكر ومخاطر ما يتعرض الإنسان وما يأكل السكريات، لأنه كله أصلا فواكه بطريقة فيها كثير من الفانتازيا والفن. فمرحبا بهذا الآيس كريم اليوم، نأكله عندما نأتي إلى برلين ونأكله عندما نودع برلين.